يعني انا ببارك للمنتخب الوطني المغربي طبعا والمنتخب المصري، ان شاء الله عملوا نتيجه ايجابيه في مباراه الذهاب، وان شاء الله مباراه العوده ان شاء الله يحققوا المطلوب ان شاء الله. منتخبين كبار جدا، اذا كنت بتتكلم عن المنتخب المصري والمنتخب المغربي، وزي ما انا قلت لك دايما لما بكون موجود في كاس العالم منتخبات كلها عربيه دي حاجه تشرف، خاصه كمان لما يكونوا المنتخبات العربيه موجوده في دوله قطر، فبالتالي هتلاقي جمهور كبير جدا، جمهور المصري والمغربي والجزائري والتونسي. انا اشوف بتمنى ربنا سبحانه وتعالى ان الموضوع بالنسبه لنا نوصل لابعد حدود في كاس العالم، ما نروحش ان احنا رحنا كاس العالم خلاص، لا نروح زي المغرب كمان ادت في كاس العالم اللي فات مع ايفري نار، ادت مع ان مجموعتها كانت صعبه جدا ولكن ادت اداء عالي جدا، وده اللي احنا متعودين عليه. اتمنى ان شاء الله احنا كمان كمنتخب مصري، انا الحمد لله متابعه لما كان في الدوري السعودي، الحمد لله ما شاء الله، وهو من اسفي، انا عارف ان هو من اسفي، راس حربه يتمنى اي نادي بصراحه، وبالنسبه له كمنتخب هو جه مع هيرفي لينار، حصلت مشكله صغيره انا عرفتها وتابعتها، كنت اتمنى ان هو يبقى موجود، اتمنى ان شاء الله ان هو يبقى موجود، لان هو من اللعيبه الهدافين بالفطره اللي ربنا سبحانه وتعالى مديله حته التهديف، فدي بتاعت ربنا يعني. اتمنى ان هو يكون موجود مع المنتخب، اتمنى كمان حكيم زياش، المنتخب المغربي عنده لعيبه كتير جدا كواليتي كويس قوي زي المنتخب المصري، اتمنى من ربنا سبحانه ان هو يوفق المنتخبين ويوفق كمان منتخب الجزائر ومنتخب تونس ان شاء الله، ومنتخب السعودي كمان، كل المنتخبات العربية والإسلامية على أساس إن بطولة كأس العالم في قطر، يعني الملعب كله هتلاقيه كله جمهور عربي، فهتبقى الموضوع مختلف إن شاء الله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.